سلام سلام كمسك الختام، عليكم حيبابنا يا كرام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم رانا عند دكتور سمير سعد سعود، طبيب خاص بمرضي كوربوريت. خليكم معاه يعطينا كلمات على الخدمة تاعو، وكنتوا معايا في الفيديو باش نعطيكم اللوكال تاعو الكابيني تاعو، وتشوفوا نعطيكم نظرة على الخدمة تاعو. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. معكم أخوكم بالله المعالج سمير سعد سعود، أخصائي الحجامة والطب البديل بمدينة رأس الواد ولاية برج براريج. عملنا يعني الحمد لله الحجامة النبوية الإبر الصينية، العلاج بالأعشاب الطبيعية، تقنية التخسيس بالجبس على الطريقة الكولومبية، يعني الحمد لله رب العالمين. هذا الميدان تاعنا يعني بعدما كان حكرا على بعض الناس، أو حكرا على الناس اللي هاجروا إلى الصين وكذا، الحمد لله اليوم كاين لي فورماسيون بزاف في البلاد تاعنا، والحمد لله اجتهدنا ودرنا يعني هذا الدبلومات تاعنا. رانا خدامين، نخدموا للرجال والنساء، نخدموا يوميا من الثامنة صباحا إلى الرابعة مساء. النساء عندهم ايام مخصصه، دائما ارقام الهواتف تحت الخدمه، اي واحد عنده استفسار او عنده موعد يحب يشد موعد يتكلم يتواصل معنا عبر ارقام الهواتف. فيما يخص مثلا الايام السنيه الوقائيه التي تكون ايام 17 19 21 من كل شهر قمري، هذه الايام نبدا مباشره مع صلاه الفجر، يعني عكس الايام العاديه اللي نبداو على الثامنه صباحا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، ومرحبا بالجميع، دمتم سالمين ان شاء الله. مع تحيات محبكم في الله ابو الجود العنايه الجسديه. سلام سلام كمسك الختام، عليكم حيبابنا يا كرام. وما ذكرهم انسنا في الظلام، ونور لنا بين هذا الأنام. سكنتم فؤادي ورب العباد، وأنتم منائي وأقصى المراد، فهل تسعدوني بصفو الودان، وهل تمنحوني شريف المقام، فلا تسقموني بطول الجفا، ومنوا بواصل ولو في المنام، أموت وأحيا على حبكم، وحبي لديكم وعزي بكم، وراحة روحي رجاء قربكم، وعزمي وقصدي إليكم دوام. فلا عشت إن كان قلبي سكان، إلى البعد عن أهله والوطن، ومن حبهم في الحشا قد قطان، وخامر مني جميع العظام. عسى الله يشفي غليل الصدود بوصل الحبايب وفك القيود، فربي رحيم كريم ودود، يجود على من يشاء بالمرام. سلام سلام
كمسك الختام.